باتمان وينك صديقي؟ وين حيك؟ ديما الفرنسيس تبعوا فيك. وين شكون نقول هذا كاتب لي هات الفلوس؟ الزبي عرفت على اختك. وينك لاباس يا ولدي؟ وين حيك؟ وين فين براس؟ والله جيت لباريس وكل شيء، ما قعدتش، قعدت نهار وبعد طرت، فهمت، مشيت لكولومبيا كي العادة تعرفني، كي ما نسخنش البلاصة صديقي. واخر حاجه نحب نقول، نحن توا نطالبوا بجمهوريه ثانيه، نطالبوا بجمهوريه ثانيه، ونحبوك تو ديجاج ديجاج يا بن علي، باسمي وباسم الفنانين اللي برا والفنانين تاع تونس والشعب التونسي والجاليه اللي بالخارج، ديجاج. وطالبين من الجمهوريه ثانيه محاكمه بن علي الطرابلسيه وعلى راسهم صخر المعطري. سامحني، مش بالعاني، اما انا تحب نكلمك مامولا، مش بالعاني تو نكلمك، انت حب قولي ابعث لي ميساج كي تبدا لي بغينا نكلمك، واحنا كيما اليوم كيما البارح انا وياك، اوكي؟ وديما بيناتنا بربي الحب، حكيت الحبس والتوقيف ودرشناه وكل ناحية من مخك. انا مازلت كي قمت نفن في روحي وابعث لي ميساج ونكلمك ان شاء الله نحلوه ولا مقابلهم. ولذا انا توا ليلى طرابلسي قلها قدمت بقدمت بيكوني زوز نوازل، وانت في تونس برا تفضل قدم بيا النوازل اللي تحب عليهم انت، انا ما خافش منهم تونس، ما خافش من حتى حد. ولا عندك شافوكا خلينا نحكيو معاه، قاعده انت ماكش حابه تفهم، دخلتها زعكاوي ماكش حابه تفهم يا بنتي، تكلم فيا باللي سنتيمون سنتيمون وفلوس يا بنتي. من الكلام الصعيب يزي، من الكلام الصعيب لا تمشي وراء الشمس، وانت معناتها غلطتني ياسر وغلطت راجلك. الحقيقة قلت للأولاد الحقيقة، قلت لهم راهي تجري لي بورت مي، راهي عملت هكا وهكا وهكا، مانيش خايفة من حتى حد. أنا يا بنتي أنا فلوسي صبيتهم لك هوني، أنا نشكي بيك هوني، فهمت؟ وانت تشكي باليونسي غادي، وسلسلة سلسلة متحركة يجوا نفضوها وحدنا الاميابل ما تحبش، بخلاف اللي انت هبطتهم وتبيض بيهم في الاموال، بخلاف اللي انت هبطتهم، انا مديتهم لراجلك وهبطتهم عن طريقته، مديتهم لك اللي كنت هبطتهم عن طريقتك، فهمت؟ نجم هذوكم تقول لي هذوكم ما عطيتهم ليش مثلا، مش مشكل، انا ما حطيتهم لكش اللي انت بيض بيهم الاموال وهبطتهم على طريقتك، ما عندك راجل يهبط لك. انا نحب نعرف تو 52 مليون اللي صابتهم في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت. وكلم افوكا بتاعي، راك باش تندم راك. ما نتهددش انا باش تقول لي نمشي للسفاره، بيان سور نمشي للسفاره. اليونسي اللي تحكي عليه ولقوه بعزوز مع خواتك مش معايا، دونك انا ما نعرفهمش الناس هذوما، ما نعرفهمش. وقت اللي هبطت تونس اكتشفتهم، وللاسف انا زاد بلادي وهنا يعطيهم الصحه، زوز يكافحوا في الفساد بانواع الكل. السيد هذايا ليلى طرابلسي تبيض بيه في الاموال. طيب بالمواعيد وبالادله مش لعبه. ويحبوا يعملوا انقلاب، شفتوا الانترفيو الاخراني مع هادي زعيمه؟ هي البنيه نسرين سلمون باش تبيض له شويه الصوره نتاعو، فهي علاش طلقته؟ احنا شفتهم الطرابلسيه، احنا معاهم عندنا 30 سنه، اكثر منها هي ليلى الطرابلسي، اكثر منها انه هو حب يطلقها، جاتو بيريود حب يطلقها، لقاها باش تسرقوا، باش تسرقوا، فهمت؟ حب يطلق، جاب للا نسرين عرفته في دبي الازرق هذايا، باهي شكون الازرق بالله؟ شكون الازرق؟ الرئيس على كادوري معاك الازرق، الازرق يعني بن علي، بن علي على كريم الغربي عيط له اللي هو كادوريمي، عيط له الازرق وما قابلوش، قابلوا مره مده 4 دقائق يكذب، كي قال لك وصاني وكله كذب فيلم، فهمت؟ لالا نسني ماك تعرف هذا دروغي، تعرف انت عبدك دروغي كيفاش شددت وعطاته تريحه نباش القبور الثالث نتاع ابوها، كتفت له ديال تالي وعطاته تريحه، قالت له خاطرك كذاب وخاطرك بلعوت وما عندك حتى شيء. يعني نسرين بن علي عطات تريحه لكريم كادورين كيستعمل لها كيستعمل لها الكارت نتاعها. قالت علي بوجود سليم شيبوب، بوجود خواتها نتاع تونس، فهمت؟ قالت له وجهك لهنا في القصر ما عادش نحب نراه. انا قصر ساعة. لالا ليلى شاده فيه القصر نتاع جده. انا حكيت عليه جوست باساج، انا حكيت على المشكله تاع تبييض الاموال وكيفاش هي حابه تعمل لي تبييض. اي ولدي قضيه كبيره برشا، سي فوالا، خاطر هما خاطر شفت تعرف شكون معاها؟ معاها اليونسي نتاع الكره هذاك نتاع كلوب افريكان،
ومعاها مراقب شكون تاع الكره؟ راني لا علاقه بالكره انا، شكون اللي معاها؟ اليونسي 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 والله لا، والله لا علاقه بالكره انا، معاها برم علي بن علي. مجدود توا في قضاء مع ليلى بن علي، ومعاهم كدريم، ومعاهم مراد قوبعه، ومعاهم واحد من اسمه حمد نتاع سيدي بوزيد. وعندهم جماعه في فرنسا اللي بعثوا لهم الباسبورات، انا بعث لك الباسبورات كوبي. عندهم باسبورات امريكان، عندهم فرنسيس باسبورات، وعندهم ايرلندي، عندهم ثلاثه جنسيات هي وبناتها ثلاثه. باهي فهمت. وسيكا دوريم المهمه نتاعو تبييض الاموال، يدخل الاموال، قاعد يدخل فيهم تبع في مونطون كبار عن طريقه هو. كي يدخل بيان سور عمل لك البهرجه هذيك ما يفيق بيه حتى حد. اليونسي ولجماعته الكل عنده في سيدي بوزيد، عنده في سيدي بوزيد، عنده في القصرين جماعه، وعنده جماعه نتاع تونس في مون بليزير والكل، باش يقلبوا النظام ويعطيوه الكادوري. يعني انت شنو تخيل؟ قلت لك راه برنامج كبير برشا، ما عندكش فكره، باش يقلب تونس. يعني هو يدخل كادوريم، يدخل ويخرج الفلوس على تونس كيف ما يحب، يعني حسب ما فهمت. برافو عليك، اش قلت لك انا بالدليل انا عطيته، مش هكاك. وشنو شنو شنو منفعته في شنو معناتها شنو منفعته في باش يشد هو يخدموا فيه الرئاسه. باش هي سايب لها خويتها ويرجعها هي لخسر سيدي ظريف. فوالا. كذب. سي 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 سي. انسان انسان صدقني 100 فرنك ما عندوش، يقعد يستنى الكوجينه اللي نطلع له دجاجه، ياكل دجاجه وحده في النهار. دجاجه ياكلها في الفطور ودجاجه في العشاء. ليلى الترابلسي هي تخلص له باش يعمل لك الوحده نتاع هذيك نتاع البدن، ما نعرف نسميهاش، بس البروتين البروتين المسكيلاسيون ولا شنو البروتين والسيسي. وك الصغار حاول قداش يضمهم ليه ولاد الماتر وسي، معناتها رافضين رفض كامل. طيب في القصر تقول واحد عرفت يهز لها ساكه نسرين، ترقد يقوم يلم لها حوايجها، فهمت؟ هذاك خديم عندها سيتو كله فين. اختي فاقت بيه البنيه المالي هي بالحق، معناتها مسكينه بدعان تاع امها كل تحت، فهمت؟ واختي فاقت بيه اللي هو يسرق وكذاب وفما حد شيء، طاطو تريحة نباش لقبور الثالث نتاع بوها، الفرق نتاع بوها بوجود اخواتها نتاع تونس، حزوا عليها اخواتها نتاع تونس. حطته في التركينة كذاب يا ساقط اللي بيه قتل وراهو. هذه مش كيتك تقول قال ليلى طب ما ساحبينها بنتك عملها سحر باش تكرهني. ليلى ما يهمهاش، ليلى ما يهمهاش لبناتها لحتى واحد، ليلى اللي يهمها مصلحتها فيه فقط. ماما مي وراهو مش وحده، راهو كادو الازرق انت حكيت مش وحده، راهو مع بعضهم. هي توا اللي وصلت له الفلوس نتاعها راهي مليارات، راهو هو قاعد يهز، عرفتك اللي يغرف ويهز الراجل فلوس التونس ضيعهم. كيفاش تجيبوه في التلفزه واحد كيما ذاك ويتمنيك ويضحك يعمل عندي؟ ما عندك شيء، ما عندك حتى شيء تكسب. مليارات يعني مليارات خرجهم من تونس ولا مليارات 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 خرجهم من تونس ولا مليارات دخلهم لتونس؟ لا هو يهز ويجيب، يجيب في نوع نتاع سبيك نتاع ذهب، هي تعطي له فاهم لهنا. فهمت؟ يهبط وياخذ والفلوس ما يخرجهاش، يهزها لليونسي، يهزها الناس يخدموا لها في المخطط نتاعها معين. يعني تو يعني ليلى الطرابلسي قاعده تعمل في في في, في, في امبراطوريه، يعني قاعده تعمل في اي مال شنو؟ ما شفتش انت تو ما شو علاش نسرين كلمه هي باش زعما تقول العباد راهو سيد الرجال ودرا شنو؟ افهم انت هذيك هي. اسمعني تعرف ايش فهمت انا هنا، تعرف ايش فهمت هنا. السلام عليكم. شوي خليك تحل الميكرو. لا نهبط نحطه بعيد شوي هكا. صباح سي صباح. ألورا، أول حاجة قبل ما نبدأ كل شيء، هذا تنبيه ورسالة للي باش يعملوا الكنترول، اللي يخدموا مع اليوتيوب للفيديو هذية، اللي هم موجودين في البرتغال، باش يكون تونسي وإلا جزائري وإلا عراقي، زاد نجم نعطيكم حتى الأسامي. ردوا بالكم، ردوا بالكم، تنبيه، راهو الفيديو هذية قبل ما تهبط باش تتعدى على خبير، باش يثبت في قانون البرايفسي، قانون الخصوصية، قانون الكوميونيتي نتاع اليوتيوب، باش يثبت في جميع القوانين، ورانا نحترموا القانون على الاخر زاده. يعني كان فما تصويره باش تهبط راهي باش تهبط باش تخبى العينين، كان فما وثائق رسميه باش تهبط راهو باش يتخبى الاسامي وباش تخبى النوامر الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. نعرف رواحنا باش قاعدين نعملوا، فاش قاعدين نعملوا، محترفين في الدومين هذايا، متاكدين ملي باش ننشروه. لذا ثبتوا رواحكم، ثبتوا رواحكم، ثبتوا رواحكم. اي تجاوز يصير منكم جماعه الكنترول نتاع اليوتيوب، رانا باش نتبعوكم عدليا. واضح؟ اللهم اني بلغت. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اي واحد قاعد يتفرج تو في الفيديو هذيه يتلي شرجها عنده، اي واحد ما تعرفش على البلاوات خاطر تنجم تتنحى
وفما خاطر باش تدور بارشا فلوس، باش تدور بارشا فلوس، وهذيك عباد كيف ما قالوا لي انا اللي ما تشريش الفلوس يشريه برشا فلوس، لكن انا لا نجموا يشروني لا بالفلوس لا بالفلوس لا بالبرشا فلوس والحمد لله. الورا اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اي واحد قاعد يتفرج في الفيديو هذه يتلي شرجها يصبها عنده ويصبها بارتو، من بعد يصبها بارتو، يلزمها تتفرد بارتو باش ما عادش ينجموا ينحيوها. اي اللي كنتوا تسمعوا فيهم توا ليلى وبنتها نسرين والعائلة المالكة يعني اللي سبيدها كنتوا تسمعوا فيها، وهذه راهي لمحة صغيرة عطيتكم مازلتوا في الفيديو باش تسمعوا باش تسمعوا 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 حصيل ولين شفت مخاخكم تعمل هكا من الاخر واضح. لذا اربطوا الاحزمه وتلي شارجيوها تلي شارجيوها الفيديو هذه تلي شارجيوها عندكم صبوها عندكم صبوها عندكم ومن بعد حطوها بارتو. في الفيديو الاخر انا قلت اني هذيك الاخرانيه بالكل، والمره الجايه باش نجاوبهم في البلاطوات وين يحكي هما باش نحكي حتى انا نو بدلت رايي. علاش هذه لازم تهبط الفيديو هذه لازمها تهبط؟ علاش؟ خاطر من هنا انا باش نروح في الصيف هكاك من بعد الصيف ينجموا من هنا لك الوقت هذاك يستحوذوا بروبريو على البلاد ويوصلوا للي حاجتهم بيه ويوصلوا للي قاعدين يخدموا له عنده برشا. الله لازم ينقضي عليهم ليلى جين وكادوريم نتاعها والعصابه جمله، يلزمني نقضي عليهم باش ما عادش يقدموا يلزم. لذا باش نعمل الفيديو هذه اليوم وباش تشوفوا فيها العجب. في بعض الاحيان باش نخبي لسامي، باش نخبي لسامي راهو لسبب واحد، خاطر فما قضايا مرفوعه في تونس في السعوديه بو في في في, في, في اسيا نقول بصفه عامه داي خاطر مش السعوديه كهو، في اوروبا مرفوعين قضايا وفما تحقيق قاعد يصير وفما اجراءات قانونيه والقضاء قاعد ماخذ مجراه ويقوم بدوره. الورا فما بعض الاسامي باش نخبيها، بعض مش الكل باش نخبيها، ولكن تو كيجي وقته نقول كل شيء ابار. يعني نتصور انك بيجي وقته الاعلام نتاع تونس عاد ما باش تلقاه متربع وقت يستنى اللي باش يتعداو باش تلقاهم في بوفرده باش يتعداو البوفرده بالطبيعه الاعلام باش يحكي عليهم الكل، واللي مش باش يحكي عليه الاعلام ولا ما يسميش تو يجي وقته ونسميه انا. لكن انا توا مضطر اني نخبي برشا اسامي ومضطر اني نخبي برشا حاجات، هذا مش باش نقول كل شيء لكن باش توصل المعلومه كامله وكامله على الاخر، يعني كامله على الاخر على الاخر على الاخر. وعلى ذكر الاعلام الحلقة الأخرى اللي جاب فيها الهادي الزعيم، والله هو بينه وبينكم راهو العكس، يعني الحلقة الأخرى اللي جاب فيها كادوريم الهادي الزعيم، يعني كادوريم هو اللي استدعى الهادي الزعيم في الحلقة الأخرى هذيك متاع فكرة سامي الفهري، راهي لعبة ملعوبة وفيلم مخدوم يعني ظاهرة. يعني قدش بيكم مكايب زي هربتي خش بيكم مكايب زويلة بارشة ومخاخكم بارشة 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 يستيقظوا الزح، ارتقيوا يا معلم فيقوا شوية يا معلم مامية. والفوكال هذيك اللي بعثته نسرين زعمة للهادي وكادوريم في بلوش بيه، كادوريم هو اللي جابه، هو اللي جابه الفوكال هذيك وعملته ليلى، عملته ليلى ماهيش عملته اصلا نسرين بصوت نسرين بطبيعه الحال، لكن ليلى تقول نسرين اعمل هكا وهكا وهكا ونسرين تعمل. نسرين راهي مغلوب في امرها محكوم فيها. علاش؟ نسرين راهي مدمنه مخدرات على الاخر، يعني وصلت للي بالو اكثر اللي بالو للعنكوش مدمنه، وحطوها جا في برشا مراكز العلاج المدمنين وشيح كيف فارغه، ما عادش فيها دواء على اي على الفرنك تعمل اي حاجه نسرين، اي حاجه تعمل تتحيل اي حاجه عملت عميل الله معها واضح. لذا ليلى تدخل وهي تعمل ليلى توا ما هي صورت ما هي لما تصويره بن علي ورجعوا مصاب يرجعنا بن علي ويمد بن علي وسيد الرئيس يلا لا ترحم له عظمك بن علي متياكم، خاطر الشعب احمق وينسى فيسا مش ينسى شعب 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 مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون او كما قلت كلمه زايده واضح بالرسمي حاش اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلوش راه شوي 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 زاد ها قاعده تلمع قاعده تخدم في خدمه عندها بارشا اللي قاعده تخدم في خدمه وقاعده تصرف في بارشا فلوس وعامله الازرق هذاك الازرق تعرفوا الازرق اللي هو كادوريم تعرفوا شكون يعيط له الازرق شكون يعيط له الازرق تسمعوا كل شيء باذنكم تسمعوا كل شيء باذنكم من عند المعنيين بالامر من قصر جده يعني من القصر اللي موجود فيه بن علي وليلى والجماعه والفاميليا الكل واضح. لذا الحلقه هذيك راهي لعبه خدمه مخدومه وانا راني كتكلمت يا خلق ربي بالله على فكره الساعه بالنسبه لرايي انا بالهادي الزعيم راه ما يتبدلش
ما كصحفي ك معناتها نحكي على الحرفه محترف. السيد عنده كاريير ويحكم علينا بالسيف علينا نقدروه الكاريير هذيك ونقدروه ونحترموه هو كصحفي. شفت في حياته وندرى شنو هو امور وانا مالي ومالو. انا كي نتكلم كصحفي الهادي الزعيم يستحق الاحترام. خدمته خدم يا اخي شنو يا اخي بجاه ربي راهي حرفه راهي خدمه راهي التلفزه شفتها معمل والصحفي خدم هو اللي يخدمه في الشركه ولا في المعمل هذاك. الورا يلزم يعمل برودوي يلزم يدخل فلوس يلزم يخدم هو كمحترف. انا نتيري له شابو وحكيت انا وياه هذا الزعيم جاوبني اجابات اقنعني يا خويا وجاوبني باحتراف وجاوبني معناتها نتاع مبكش فمي ما عندي من جاوبه والله العظيم ونتيري له شابو وراي راه ما يتبدلش فيه. وشفت هاك اللي يقولوا يبندروا انا ما نبندر حتى وياه. شفت الحوار التونسي هذيك تحب نمشي لها بالسيف على هذا الزعيم وبالسيف على سامي الفهري مولاها بيدو ونحط نقطه ونتعداو. المدعو كادوريم الخدمه اللي يخدم فيها هذيك الكل بطبيعه الحال مدعمتها ليلى تجين وتسمعوا كل شيء باذنيكم. اللي صدق بالرسمي ابله وانتم الاكثرين تاعكم صدقوا والله معاكم صدقوا يا ودي صدقوا. انتم اصلا البلاد بعتوها انتم البلاد بعتوها عندكم بارشا انتم كشعب راهو البلاد بعتوها بارخص الاثمان بارخص الاسوام يا صحيبي بعتوها. اللي يجي بص عليكم في التلفزه ولا في اي وسيله بتاع اعلام والا في مواقع التواصل الاجتماعي والا يجي يكذب عليكم واني باش نرمم واني باش نعمل هاو مقرونه هاو قشوه هاو ترميم مدارس وكله بص كله بص في بص في بص وتبيعوا له البلاد. والله العظيم عيب عليكم بالرسمي عيب عليكم على خاطر انتم راكم شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون على الاخر زاده حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلش شويه راه قليل اللي ما يستاهلش. انتم شعب طا برا يا زمان ويجا يا زمان حان على الاخر زاده حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلش راه قليل. لازمني نقولها بيا الله غالب لكن اللي ما يستاهلش راه قليل. انتم شعب برا يا زمان ويجا يا زمان رخيص على الاخر زاده. وشنو بجاه ربي يا اخي ما حبيتوش تفيقوا يا اخي نسيتوا. بالروح والدم نفديك يا بورقيبه بالروح والدم نفديك يا بن علي بالروح والدم نفديك يا السبسي يا صحيبي يا السبسي يا السبسي يا صحيبي ماما مية يا اخي ما فقتوش يا ودي. بالروح والدم نفدي بلادك افدي امك افدي ابوك افدي اختك بنتك ولدك خوك تفدي في بورقيبه وتفدي في بن علي وتفدي في السبسي. هنا بول مخير فيهم ونعم بول مخير فيكم حاجه اللي ما يستاهل. تستيقظوا يا صحيبي ماما مية يا ودي الطحين راه ما يوصل حتى شيء يا ودي ما حبيتوش تفهموها. وصلكم توا عندكم مدري قداش من 100 سنه وانتم تهزوا الطحين وصلكم الطحين ما يوصل حتى شيء راهو الطحين. استيقظوا يا صحيبي عيشوا رجال. نعم بول عيش الكلب انت عودني معاكم ماما مية بعتوا دين والداها البلاد. فيقوا يا صحيبي راكم للعنكوش وباش يرجعوا يحكموا فيكم وقاعدين جا يحكموا فيكم باش ترجع ليلى جين تحكم فيكم العليسه هذيك باش ترجع تحكم فيكم وهي اصلا راهي تو قاعده تحكم فيكم. يستيقظوا يا صحيبي عملت لكم تو هذاك تو هذاك وجه هذاك نتاع حتى كلامه اللي يحكي فيه هذاك الازرق تعرفوا شكون يعيطوا الازرق وتعرفوا شنو حكايه الازرق. شفتوا كادوريم من اليوم اسمه الازرق تعرفوا الحكايه هذه شنو وراها. ويكذب عليكم ويبصوا العمله الرقميه من اين انا عمله رقميه انت عندك مع العمله الرقميه ولا عندك مع العالم هذاك هيك يحشم على روحك قلاب متحايل بديت تحايل في فرنسا تحايلت على المثلوثي في 400,000 يورو تي انت في دبي تتبث العبيد تتيتم تطلب في 500 يورو وقتها يبعثوا لك تي امك ما عندهاش دخانه امك مطيشه في فرنسا يا يعني ربي يا تعيش بربونه وبوك يعيش بربون يعيش متشرد امك وبوك متشردين ما عندهمش فلوس ما عندهم حتى شيء انت ما عندك حتى شيء وتكذب وبصاص وكذاب. يسيب علينا يا صحيبي واخينا في الموضوع هذا ما نرجعوش وين راني نقولها للمره الالف راني مجرم انا شفتو مجرم وكعليف وقصدري مصده وسلع قرع وعلى الحيط على الاخر على الاخر على الاخر لكن كلامي شفتو راني ما نقول كان الحق وراني راجل نعيش راجل في الدنيا دي راني نعيش راجل وراني حتى ولو يعني حتى ولو عملت حاجه في حياتي راني عملتها بامور رجله لا نضال لا وطنيه لا اسلاميه لا تربيه تشكيليه لا تربيه بدنيه من الاخر يعني راني عملت بامور رجله. انا راني كي دفعت على بلادي وندافع على بلادي ونحارب في الفساد ونحارب في الهم الازرق اللي قاعدين نشوف فيه بامور رجله. راني قصريني فرشيشي حر من تالا الابيه انا ورثت على اجدادي الفلاقه ورثت عليهم الرجله. اما التبندير هذايا وعوني مناضل انا عمري ما كنت مناضل وعمري ما كنت ندرسنا وراجل نعيش راجل ندافع على بلادي برجله لا اكثر لا اقل بامور رجله واضح. لذا
مجرم كعليف شبه حبس شبه حبس. صحيح شبعوني صح حبس. علاش تحديت بلدان عظمى يا صاحبي، تحديت بلدان عظمى ولو يهدوا فيا بالحبس وريق وما نعرف شنو. اوكي قديت فاليز، قديت الفاليز نتاعي فاليجتي خلاعي سليبيتي سيرفوت ميناتي سيرفوت سيرفيت مي سيرفيت مو سور سورفيت مونيتي سورفيت الضربة هذيك هي الحصيلة، مانيش باش نصلحها باش نخليها هكا. سبيدرياتي دنيتي عالمي ومشيت راسي الفوق للحبس. ما فما تهدوا فيا بالحبس نحن ولا هاني ندخلوا الحبس. دخلوني بعامين، عديت 6 سنين وشهرين و14 يوم وما فما حتى اشكاليه، ومازالوا عام مازالوا لطف يا رب علاش عامين، مازالوا جماعتين ونكمل كل شيء. واصلا اصلا راني باش نخرج من الحبس الصغير وندخل الحبس الكبير. يا اخي الدنيا يا اخي عايشين في حبس نحن. تعرفوا الحريه وقتاش تذوقها؟ كي تموت. كي تموت وقتها تقول انا حر. اما ما دامك حي اسف يا حصل على الحريه. ويعلم ربي بالتعب والتضحيات والعذاب اللي البشر يتعدى عليها. ما تبارش عباد راهي تدافع على البلاد ويحاربوا في الفساد ونحاربوا في الهم الازرق. ويعلم كان الرب سبحانه تجيو انتم تبيعوها البلاد بارخص الاسواق. معليش يا صحيبي علاش؟ على خاطركم شي شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون الا من رحم ربك. حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلوش راهم قليل على الاخر زادا. واضح. انا واحد من الناس يزي يا اخوي يزي. انا بلادي عطيتها 20 سنه من عمري، دافعت عملت ضربت بالبون عملت كل شيء وراني ديما نحي. انا ما نخليش. انا عندي من اول زادمين اللي بداوا معايا الاستاذ حسين الماجري قروي من القروان. حسين الماجري نكلمه نقول له حسين اسمعني نحي الفيديوهات الكل. ما يصدقش المره الاولى كما يودي بدي مثبت نكلمه كان يقول لي باهي كلمني خلي اسمع صوتك. نكلمه نقول له حسين نحي كل شيء خاطر مانيش نعمل باش يقولوا هو عمل. نعمل بالرسمي بامور رجله باش واحد يعمل حاجه لك البلاد يحاول ينفع باش 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 اولادنا ما يصيرش فيهم واحفادنا ما يصيرش فيهم اللي صار علينا نحن واللي صار على والدينا واللي صار على اجدادنا. خلي يعيشوا متفرعين. خلينا نوفروا لهم حياه مخير ونعملوا لهم عقليه مخير ويعيشوا ويعيش. نانا انتم ما تحبوش، تحبوا تعيشونا ديما في الغرم، تعيشونا في الغرم. خير باش ما نقولش كلمه اخرى كنقولها، باش تحبوا تعيشونا في الخرا من العنكوش. فوالا تحبوا كيك الله معاكم يا خوينا. تعبت انا تعبت. بابا مات ما شفتوش، امي 70 سنه عمرها، عندي 7 سنين ما شفتهاش. ماش قاعد نضيع باش بيبي مانيش فيق بروحي يا صاحبي. الله راك هو اللي علي عملته، اعطيت لبلادي عملت ونحي كلني ما نخليش. ولو شفتهم الفيديوهات هذوما ماذا بيا يخرجوا كي ويوصلوا للعبيد وبعدين نحيهم. ما نحبش منظر يقعد من خاطر كي نعمل راني بالرسمي ربي سبحانه يعرف شنو قاعد نعمل. الدنيا هنا عم بقول مخير فيها حاجه صلاحه وحاجه اللي ما يستاهل وما تسوى حد شيء. والله العظيم ما تسوى حد شيء. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ينام بوها الدنيا، ينام بوها بما فيها. واضح. لذا انا باسطة يزي يا اخوي تو على خاطر ميمتي قلتها تجاوز المره الثانيه خاطر باش نسكر تو. علاش؟ على خاطر لو شفت الفيديو هذه يلزمها تهبط. علاش؟ انا الفيديو الاخر الاخر اللي عملته قلت هذيك الاخر يلزمها تهبط هذه. علاش؟ خاطر انا قلت من هنا للصيف يعني توكن جيت ونطون حربهم في البلاتويات كيف ما يعملوا هما. لكن نو من هنا للصيف ينجموا هما تستحوذوا على البلاد وتزاي ينجم يكونوا ينجموا يوصلوا لحاجتهم به. خلينا ننزل خويا عليهم النزله هذه باش نثبت روحي. اخر حكايته باش نعملها توا على ليلى ونسرين وبن علي وجماعه ظومه والعصابه نتاعهم والبروجرام اللي عاملينه والهيلمانات والازرق اللي هو كادوريم وغيره وغيره. كيف ما قلت لكم انا راهو اخر مره باش نتدخل توا كيف امور فساد وامور 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 هم ازرق. وصاي يزي خويا يزي فك هاو باش نحي الهم هذا الكل على خاطر ميمتي على خاطر كعبوره زاده هذيك على راسي وعيني زاده حتى هي. اخواتي اصحابي العباد اللي تحبني يا خويا يزي فيه البرك توا باش نخلي العالم هذايا طيش على جنب. قمت بواجبي عملت اللي عليا كهو يا خويا يزي حتى الرجله برشا برشا راهي مرات اللورا صبا يا خويا باستا يزي باش نتلهى بعمري بحياتي 40 سنه عملت يا صاحبي كهو يزي نو يزي. خلينا نمشي عندي تور دو مونت خويا، عندي دوره حول العالم باش ندور حول العالم من بلاد لبلاد. ابن بطوطه باش نولي الحصيله نفتق مواهبي ننفع روحي وننفع غيري وننفع غيري باش نعمل دوره حول العالم بطريقتي يعني باش تشوفوا كل شيء على عينيكم. ويزي يا خويا من العالم هذا يا خويا انتم كان فهمتوا ما فهمتوش. تحبوا تقعدوا شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون. اقعدوا شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون. اموركم كان تحبوا اقعدوا هكاك اقعدوا. تحبوا تسترجلوا استرجلوا يا خويا وارتقيوا واطلعوا من هاك المستنقع يرحم والديكم. ويزي ما بعتوا يزي اعملوا رواحكم قدر وكرامه، اعملوا رواحكم قيمه يا صاحبي. بعتوا دين والديها لبلاد راه علاش علاش هاكم باش تسمعوا بدنيكم الهم والخنار الازرق
استيقظوا يا صحيبي، ما عادش تصفقوا ليجيريا ويخرج لكم واو. توا هذاك رهت، هذاك وجه كادوريم، توا هذاك وجه وقال لك العمله الرقميه. منين يفهم فيه العالم هذاك؟ انا رقميه وانا متحيل سارق كذاب ونتحمل مسؤوليتي قدام القضاء وعندي كل شيء. وراه شفت الوثائق وي 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 وي، فما حاجات ما نجمش ننشرها، فما حاجات ما نجمش ننشرها، لكن اوك القضاء، اوك القضاء عنده كل شيء. واصلا شفت الحلقه نتاع الحقائق الاربعة باش تتعدى نهار 10 جانفي، بعض اللي باش ننشروا توا بتو ينشروا حتى هما زاده، وتفرجوا فيها الحلقه هذيك. با المراه اللي باش تحكي هي اللي باش تحكي عندي انا توا، هذه اللي تسمعوها باش تقول اسمي اميمه وفي التعليم وتسكن في الخليج وما نعرف شنو، باش تعطي كل شيء مضروبه بطبيعه الحال. لكن المراه هذيك موجوده معاهم في القصر 30 سنه موجوده معاهم هي ورجلها، واضح. وتحياتي للحقائق الاربعه، حمزه كلمت المره الاخرى، كلمت المره الاخرى في ميساج صغير باش يوصلوا لك اسامه. اسمعني يلا الله معاكم، الله معاكم حقائق الاربعه. بو لذا راكم باش تسمعوا كل شيء باذنكم، ركزوا مليح. وانا باش مرات باش نتدخل، خاطر هي مرات ليلى كي تبدا تتكلم تزلقها العباد اللي تخدم معاهم، يدخل لهم ما خاطر كل شيء بساميهم هي، ما تعملش باسمها هي، بساميهم هو ما تعمل. يدخل لهم كي باش تحكيوا على تبيض الاموال، انتم تبيضوا في الاموال خاطر هي كل شيء تعمل بساميهم هما. الورا غادي نتدخل انا باش نقول لكم اللي هي قاعده تزلق لهم باش يتكبسوا، يعني باش يشدوا ثنيه. مرات باش نتدخل والباقي الكل باش تسمعوا كل شيء بوديكم، باش خليكم تسمعوا واعصابكم، يعني اعصابكم. واللي عنده اصحاب الضعوف، اصحاب القلوب الضعيفه، اصحاب القلوب الضعيفه، ماذا بيك ان تبدل يعني، بلا نمشي تفرج كالعاده كيما ديما مستنز نقول لكم، برا حط هزيم الرعد ولا النمر المقنع ولا الكابتن ماجد ولا سالي وتفرج على ذوكم. اوكي، وميساجي هذا الليله بن علي وعصابتها وكادوريم وجماعتهم هذوكم الكل، راكم فقراء جدا، انتوما فقراء جدا، لا تملكون سوى المال كيف ما قال جبران خليل جبران. ما عندكم كل الفلوس، ما عندكم انتوا توصلوا راه سي ما عندكم وين توصلوا، باش تقعدوا طول عمركم فقراء جدا لا تملكون سوى المال. كيف ما وصيتكم الناس الكل، الفيديو هذه تيليشارجيوها عندكم، تيليشارجيوها عندكم وصبوها بارتو، صبوها بارتو، واضح. باهي توا نبداو نسمعوا مع بعضنا، باش نحط انا لي زيكوتور باش هكاك ما يتخلطش في الصوت من اللي نسمعنا هناك. هاو تو باش نبداو نسمعوا هذه نسرين، ما هو الهادي الزعيم زعما جاب صوت نسرين بن علي، ما جبت الصيد من وذنه باش ما نقولش كلمه اخرى. هذه هي نسرين بن علي وهي تحكي بابا مع شكون الله اعلم، برشا فوكالات هاك باش تسمعوها، هي في حياتها تعيش هكا، هي كتبها تحكي راهو الفوكال هذاك راهي كبسوها الماسيموم، كبسوها بروبريو، عملوا لها كبسه اللي هي هاي نسرين بن علي مازالت كي فاقت من النوم زاد كيفاش تحكي، مازالت ما عطاتهاش، كي تعطيها تولي اكثر من هكاكا. نسمعوا بعضنا. اوه سامحني مش بالعاني، اما انا تحب نكلمك مامولا مش بالعاني تو نكلمك، انت حب قل لي ابعث لي ميساج كي تبدا لي بغينا نكلمك، واحنا كيما اليوم كيما البارح انا وياك. اوكي اي اوكي، كيما اليوم كيما البارح، برد دمك وتنلقاو حل ان شاء الله. بي انا راني والله العظيم ما نحبلكش المظاهره يعني، فهمت؟ ان شاء الله نحلوها بلاتي احسن، وديما بيناتنا بربي الحب حكيت الحبس والتوقيف ودرشناه وكل ناحيه من مخك. اذا رادي ولا بحبش الدوينة بالكل تمرضني الدوينة والله، وخذونا بالعين، خذيكم بالعين. انا مازلت كي قمت نفنف روحي وابعث لي ميساج ونكلمك ان شاء الله نحلوه. نفنف لالا نفنف 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 بيه العزيز علينا غالي يدك وانت زيد. هذايا كان صوت نسرين، صوت نسرين ومازالوا لما حلا برشا ما يزي يضو ما يزي جا، هي مسكينه هكايا راهي تعيش هكا، تعيش مدمنه على الاخر، زاد مدمنه على الاخر، وصلت لل معناتها لاعلى نيفو، معناتها الليفيلو نتاع صاي.
هزوها باش يعالجوها، حطوها في مراكز، حطوها مره 4 شهور في مركز معالجه المدمنين. حكايه فارغه، حكايه فارغه. حتى في السعوديه راه، حتى في السعوديه حطوها في مركز معالجه المدمنين، حكايه فارغه. هي موجود في السعوديه مركز معالجه المدمنين وموجود كل شيء. بوا مش موضوع نسرين الله معاها جوست كي حبيت نسمعكم، خاطر هما جابوا فوكال نتاع نسرين ونضم يسخادوا رواحهم ما ادري شنو جابوا. تي 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 نعطيكم تي نعطيكم 10 سوايع فوكالات نتاع عيله كامله. شالينا توا نسمعوا اللي سبيده ليلى بن علي بيدها، واسمعوا الضرب توا، اسمعوا الضرب توا ليلى بن علي، باش نخليكم تسمعوا الحصيل. ومرات كي باش نقص عليكم باش نتدخل في حالات يعني. هاي نسمعوا بعضنا. السلام عليكم. هو لازتني باش نقدم بها زوز نواز لهنا، مش نزبرك هي تهدد في اخوتي وفي انا في الناس الكل، وانا ما نهددش. انا مشيت ديريكت فعلت، انا نفعل، انا ما نتهددش وما نهددش، انا نفعل. اوكي، عطيتها ورقه ما حبش تصحح، قلت لها رجعت لي، رجع لي فلوسي، هبطت لتونس وطلعت كيف كيف، ما رجعتيش لا فلوسي ولا حتى شيء ولا مقابلهم. ولذا انا توا ليلى طرابلسي قلها قدمت بيكوني زوز نوازل، وانت في تونس برا تفضل قدم بيا النوازل اللي تحب عليهم انت، انا ما خافش منهم تونس، ما خافش من حتى حد تجبد في المخبل في كبه وتجبد وتجبد وتجبد. ملا كيفاه، ملا كيفاش باش تعطيني فلوسي هذيا؟ كيفاه تتمنيك عليا وتتمنيك على البروموتور وتتمنيك على الناس الكل اللي عرضك؟ تكذب، مريضة تعمل اكبر مزية تداويها، مريضة مرا، مريضة هكا هو العيش. خويا سامحني، انا معك انت ما عندي حتى شيء، انت بيتك ظهر فيك ما قدرتش عليها. انا الله غالب الما اوبليجي. هاي سبحان الله خير يا بنتي، من الكلام الصعيب يزي، من الكلام الصعيب لا تمشي وراء الشمس يا بنتي. راك مش ضحية، راك في الأمور هذه الكل عايش أختي، راني مانيش أنا دخلتها بعضها، راني أنا عطيتك الثقة وأنتي معناتها غلطتني ياسر وغلطت راجلك وعملت اللي ما يتعملش، عملت اللي ما يتعملش. شنو معناتها تعمل 350 كمبيل وتمشي ما عادش تولي؟ الورقة هذيك ترجع لك، كل شيء يرجع لك. الراجل نعرفوه، الراجل تعهد لي قال لي تعطيني ورقة، هو الفئت كوفير، انت يعطيك ورقتك متاع 350 مليون اللي انت تعهدت عليهم. ما تخافش على روحك يا لله، ما تخافش على روحك يا لله. انا فلوسي ما خديتهمش، كيفاش ناخد فلوسي اه وانت ما تعمل حتى شيء للراجل؟ ما تعملوش تنازل، ما تعملوش حتى ورقة ما بينك وبينه يا رسول الله. كيفيه كيفاش ما يعطيني يقلي فلوسك محطوطين؟ نهارت لي انت جيب لي من عند المراه اللي هي باسمها كل شيء، تعمل لي التنازل ولا تعمل لي اللي هي خدت فلوسها ولا تعمل لي كل شيء، انا وقتها نفض المشكله من ونعطيك فلوسك بيان اونتوندو، نعطيهم لك وين تحب انت. كيفاش واحد يعطي فلوس وهو مازال مزبك مع امراه اخرى في 215 ولا قديه، ومزبك في 350 مليون؟ سمعتين 350 مليون كيفاش؟ ايشيش هذايا يا بنتي؟ تخممش كان على روحك، خمم علي انا، خلي يرجعوا لي فلوسي، خمم بربي، خمم عليا مره بركة، خمم علي كيفاش باش يرجعوا لي فلوسي؟ هو انا سخالك مش في ساعه تمشي، وقت اللي كلمتك قلت لك برمشي وعمل لي التنازل. انا وقتها كنت باش نبعث لك المحامي، معناتها يعطيك اوراقك الكل وانت تعمل له التنازل وهو يعطيني فلوسي. ويا ناس ما كان باس، لكن انت ما مشيتش، انت ما تحبش تمشي الغادي، تبعث في الافوكاتيه وتعمل في جميع الخمس شهور قاعده غادي. مشيت لهم كان مرتين، مره باش تعرف ندرشون درشون، مره باش تعمل كمبيال وتروح تمشي لشركه اخرى. راهي الذي غلطه لازمك انت تصلحها باش ترجع لك حقوقك الكل بحول الله، ما فما حتى مشكل. انا مش متاع مشاكل، والراجل على خاطري انا وعلى خاطر اخوتي ماهوش باش يعمل حتى مشكله، على خاطر هي وعلى خاطر اخوتها. لكن انت نعملوا له الورقه هذيا باش يرجع لي فلوسي ورحمه بابا، واقسم بالله العلي العظيم لا خديت حتى فرنك من عنده، حتى من لي ما خديتهم. كيفاش يعطيني الفلوس وانت تخلي له هكاك الماء يلعب على البطيخه؟ كيفاش؟ خليني يرجع لي انا فلوسي ونحي لك انت الكمبيال نتاعك. يشكي بيك على الكمبيال 350 مليون، اما اكثر 350 مليون ولا 215 يا بنيتي؟ خمم شويه على روحك وعلي انا.
علاش هكا شيح تاريخ تاريخ؟ انا ما ريتكش شيح تاريخ يعني بالمساجات هكا، ما حبيتش تفهم وما حبيتش تطعم. الوغ هي حاجه سهله ياسر ياسر ياسر، واحنا في ورقه من عندك انت امورنا الكل تتخلص. يا بنتي يرحم والديك، شوف الحل خير من اللي قاعده تشعب في الامور. يا بنتي كنت غادي اخوتي ما مشيتش للشركه وجبت 52 مليون وعطيتهم لهم. توا انا من هنايا انت باش تعملها باش يمشي واحد من اخوتي للشركه يعطيه الفلوس. توا علاش كنت جدد؟ ماك تعرف القانون عام. انت اللي عطيتهم وانت اللي تاخذهم. وكيما عطيتهم كيما تاخذهم، كان عطيتهم شيك باش يعطوا لك شيك باسمك، كان عطيتهم اسباش باش مدهولك في اسمك باسمك ليك انت. كيفاش تقول لي توا؟ كيفاش تقول لي توا يمشي واحد من اخوتك ياخذ الفلوس؟ يجي منه هذا؟ باهي زدت عنت يا انا هاني جايتك بكل السياسه. عندي قديش من شهر وانا سايس وانت تتعنت وتصحح في راسك، فهمت؟ وانا كي قلت لك نسال محامي هوني ما تحبش، محامي في تونس ما عندكش باش يوريك القانون، راني ما نحبش نضرك يا توا. هذوكم انا كي نهزهم انا توا للافوكا وتوا نقدم بك اليوم توا، اقسم بالله العظيم يوقفوك تمشي ديريكت الحبس. اللطف عليك ما نرضالكش المزار برا، اسال وبعدكش تكلمني وبعدكش تقبح وقول اللي تحب وقول اللي يظهر لك، ما نطلبش الافوكات ونقول اللي تحب. وتبيضه ومال انت على يدك، انت عطيتهم لك، انت اللي بيضت له مال، انا عطيتهم الراجل قدام الناس الكل وعطيتك اللي كنت كيف كيف وانت بعثتهم النزهه، عندي شاهده انا اللي الاموال جاوا من عندك انت، انت اللي تبيض في الاموال مانيش انا مبيض في الاموال، انت تعدي فيهم بطريقتك لتونس، فهمت؟ باه انا تو باش نقف عليه على خاطر هي تو الجماعه اللي تبع اللي تبعث فيهم ليلى وتبيض بهم في الاموال. شو تقول لهم كي تحك الركيب؟ تقول لهم يا اخي انتم اللي تبيضوا في الاموال، يعني فلوسي انا عطيتها لكم ليكم انتم، وانتم اللي تهزوا وتجيبوا، يعني هي ما عندها دخل، يعني اسمها مش موجود ليلى، فهمت؟ يعني هما اللي يهزوا ويدخلوا ويخرجوا ويعملوا بفلوس نتاعهم هما، حتى واحد ما يعرف اللي هي فلوس ليلى بن علي. واضح؟ هنا كبس ونزهه هذه نزهه، هذا باسبورها ونزهة عندها باسطة نو كعبورة. والله كعبورة بيدها تو. شبيك شبيك متغشة عليك يا اخي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 25 في الأقل صعيب. هذه نزهة عندها أجونس نتاع كراء سيارات في المطار، في المطار، وهذيك الكلها ليلى بن علي نزهة جوست من عام 86 راكم تشوفوا معناتها جوست هذيك على الفورمة تاخذ نتاعها وتدخل وتخرج في الفلوس وجوها احلى جو برشا كراهب وبرشا ريق وبرشا دنيا. واضح؟ نكملوا نسمعوا. انت تعدي فيهم بطريقتك لتونس، فهمت؟ انت تعدي فيهم بطريقتك في الاموال، مانيش انا مبيض في الاموال كي تحبها تبيضه ومال، انا عندي الاموال اللي بعثتهم لك توا عن طريق البنوك واموري سليمه واموري واضحه، وما تهبط من هون يا عزيزتي الا ما صحح لي في الاوراق، خلي الراجل في تونس يتمانو ويبيع برتمانو. واضح؟ فهمتوا انتم هنا؟ يعني شفت هنا تقول لها انت تبيض في الاموال مش انا، يعني راهي ليلى هي اللي تبيض، لكن قاعده تقول للعباد اللي تخدم معاها قاعده تقول لهم راكم انتم تبيضوا في الاموال، انا مانيش موجود. نعاود بالله نزيد نعاود نفسر، انا مانيش موجود كل شيء بس اميكم انتم، يعني كي باش تحلوا راك مش تحلوا انتم، انا نخرج منها كي الشعره من العجين. وانت اصلا يعني حاصرتهم راهي رام يدخلوا يخرجوا كيف ما تحب هي. اسمع فهمتني؟ ونرتاحوا الناس الكل، وانت كيف كيف الورقه نتاعك هذيك نتاع الكمبيله ب 345 مليون كيف كيف يقطعها ويا ناس ما كان باس، تحب انت تتعند؟ تحب تعمل بونتو مع الراجل وبونتو معينة وبونتو مع الاخر؟ ما فهمتش انا شو اللي تحب؟ اللي تحب زاد انت ما قلت لي اللي تحب اعمله. انت كان ما تكلمش مع الافوكات خليت تكلمك وتوريك مدى خطوره الامر، انا ما يهمنيش فيك. انا نحكي لك قبل وانت تحكي لي ظهره. انا راجلك يرحم والدين والدي مريت منه كل خير، لا طردت ولا عملت له حتى شيء، خرجت من الدار وما كلمنيش وما اتصلش بيا وما عبرنيش شنو باش نعمل. جي مع مرته، سي نورمال باش يجي مع مرته. ها وزيد تقول للراجل تقول له سي سي راجلها هذه تحكي عليه هي 30 سنه يخدم معهم، 30 سنه يخدم مع بن علي والطرابلسيه، 30 سنه حتى كي هربوا نهار اللي هربوا في الطياره الوحيد مش من العائله الموجوده معهم
هو وزوز معينتين يعني منزليتين، زوز نقولوا نحن بونيشة في البلاد اللي يخدموا عضو من الفلبين، هما اللي مش من الفاميليا، وراجل با انتم ادخلوا تعرفوا على شكون قاعد نحكي، اللي هو رجل هذا رجل اللي تحكي عليه. تقولوا له ما يستنى حتى شيء، يبعث له الاوراق الكل اللي انا نسالك يا بنتي. تقي مولاك راك تهبط لتونس، عندك مبيال يستنى فيك. احكي اللي تحب، شوف شكون اللي باش يصدقك. عندك مبيال 345 مليون يتصبهم للراجل خاطر فلت عليه 20,000 بيعها، يا ماك تعرف مصيرك. علاش حش قلت لك شوف الافوكا، انا نتكلم بالقانون اللي انت تجهله عايش بنتي. برمشي شوف افوكا هوني وافوكا غادي. اي كاسكو تو ريسك، انا ماني جيتك بالقوه، انا جيتك بالسياسه. من 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 شوف مكالمتي من المره الاخرى قلت لك يا بنتي هيجا نلقاو حل، خلينا نفضوا الامور. اجا وانت متعنته في الغلط ومتعنته، فلوسي موزعه في الشركه هذه وفي الشركه هذه، واعطيني ما يثبت اللي انت حطيت لي 52,000 دينار في الشركه الاخرى. اعطيني ما يثبت، اعطيني ما يثبت. شركات ودنيا، ها تسمع بالضرب، شركات ودنيا وفلوس منا وفلوس منا وفلوس منا وليلة سول والجول. شنية تبيض الأموال؟ أنا بيض في الأموال ولا أنت تبيض في الأموال؟ أنت تهبط على طريقتك، أنت تهبط على طريقتك وتعطي لودك وتعطي للراجل باش الراجل يهبط. وأنا أعطيتهم الراجل كونية 26,000 دينار مقدار، وهو هبطهم بطريقته راجلك. فهمت؟ هاي برا مشي بنيتي استشير لافوكا وكلمني بعد، راني ما نحبلكش المضرارك. انت قاعده تلعب ياسر ياسر وتستهتر بالقانون وتستهتر بالعباد. برا مشي استشير وبعدكش كلمني. خليلي مساء، انت الفلوس من الفلوس ما خديتهمش، ما خليتنيش انا نفض اموري معاهم. ما حبيتش تفض امورك معاهم يا بنتي. انا قلت لك صح لهم الورقه، وش حاجتك صح لهم الورقه بعد انت عديتهم الفلوس وانت عملت معاهم ال 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 الكونترا. انت عملت معاهم الكونترا باسمك، الكونترا يزمك انت تلغيه الكونترا باش نفض امورنا معاهم، باش انا نقول راهي فلوسي رجعت لي من عند المراه هذيا. فهمت؟ شيء واحد في بعضه كما السلسله واحله في بعضها. ريت الفلوس اللي بعثتهم لك توا واحلين في الفلوس نتاع الراجل اللي هو انت صابتهم له بالبنكه. فهمت؟ يعني هذوكم فلوسي انا، يعني يلزمهم ترجع لي لي انا. ما تهددنيش يا بنتي، انا قلت الحقيقه راهي هي مره، لكن انا قلتها، قلت للجنرال الحقيقه، قلت الحقيقه، قلت للاولاد الحقيقه، قلت لهم راهي تشري لي بوكمي، راهي عملت هكا وهكا وهكا، مانيش خايفه من حتى حد. وانت مشيت صبيتهم عند راجل، ومن بعدك ما عجبتك الشركه الاخرى مشيت لشركه اخرى، صبيت 52 في الشركه الاخرى. قلت لك اعطيني ما يثبت زيادة اللي انت صبيت حاجه في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت. واسمع لافوكاتيش باش تحكي لك. اسمع انا يا بنتي، انا فلوسي صبيتهم لك هوني، انا نشكي بيك هوني. فهمت؟ وانت تشكي باليونسي غادي سعوديه وسلسله محركه اجوا نفضوها وحدنا الاميابل. ما تحبش الاميابل كيفيه بالافوكا هاك، ما تفهمش، عمل لي افوكا. قبل ما نعاودوها 52 تقصد 52 مليون، يعني 52 مليون كي تحكي ب 340 مليون 215 مليون 52 مليون 26 مليارات، يعني مليارات مليارات. هذه بطبيعه الحال ما يهبطوش برشا فلوس مع بعضها هكاك. 52 منا 215 منا 315 منا 340 منا يشريوا براسات منا، يعملوا جونس نتاع 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 كرا نتاع كراء سيارات الى اخره الى اخره. خلينا نعاود نسمع هذه، خاطر ذكرت فيها اليونسي نتاع الكلوب اللي هو معاهم في البيعه. انا يا بنتي انا فلوسي صبيتهم لك هوني، انا نشكي بيك هوني. فهمت؟ وانت تشكي باليونسي غادي وسلسله متحركه اجوا نفضوها وحدنا الاميابل. ما تحبش الاميابل كيفيه بالافوكا هاك، ما تفهمش، عمل لي افوكا يا بنتي يحكي معايا. عندكش افوكا يحكي معاه مدام؟ عندكش افوكا؟ خلينا نحن نفضوها بلي افوكا هما يفهموا. تقولي نفهم، ما تفهم حد شيء يا بنتي من القانون، ما انت ما تفهم شيء من القانون لا بتاع هنا ولا بتاع غادي. انا قبل ما نكلمك استرشدت افوكا هنا وافوكا غادي. تحب لي نمشي نشكي هنا؟ نمشي نشكي هنا، خاطر اموري انا هنا اللي صبت لك فلوسي هنا. صحح لي ورقه قول لي راني انا خديت الفلوس اللي عند الراجل، ونقول لك انا بعدكش راني انا خذيتهم.
برمشي يا بنتي شوف أفوكا هنا وأفوكا غادي يرحم والديك استشارة. قولوا بربي راني عطيت فلوس والمرأة طالبتني بفلوسي هنا في السعودية. أي أنا شنو اللي كاسكو جو ريسك؟ وفي تونس عندكش أفوكا؟ قول لأختك تكلف أفوكا ولا أنت يعمل توكيل صغير لأفوكا وبرمشي يفض أمورنا. خنفض أمورنا يا بنتي لأوراق وفلوس هذوما مانيش باش نسلم فيهم أنا راهو كيكا. وما تنجمش تهبط مش في تونس هوني ما تنجمش تهبط هنا توا نمشي نقدم بكنيسة ورس وخيتي لا تنجم تهبط هنا الراب الماء والعرش والعشرة والدنيا كلها متاع راجلك عمري ما نعمل بيه نعمل له حاجة خايبة. أما كانت لزني جو في لو فيغ كانت لزني جو في لو فيغ. عندك ثلاثة ورقة صحاحة ورقتك متاع الكمبيال ورقة متاع 52 مليون في الشركة الأخرى والورقة متاع الكمبيال متاع متاع فلوسي أنا اللي هما رجعوا لي ليا أنا يرجعوا لي ليا أنا لافوكا باش تاخذهم. انا عملت لها توكيل لافوكات نتاعي اسمح تسمحش باش تقول لك ولا عندكش افوكا خلينا نحكيو معاه. عاد انت ماكش حابه تفهم دخلتها زعكاوي ماكش حابه تفهم يا بنتي تكلم فيا باللي سنتيمون سنتيمون وفلوس. فما امك يفضلها لك وخليها عند راسك وفما فلوس تاع البيت يلزمهم ترجع لهم وراك يلزمك تصححهم. ماك هبطت لتونس ما عملت شيء باش نخليك تعاود تهبط لتونس وما تعمل لي شيء. لا حبيبتي سامحني طابت تدوس المقصود امورك الكل هاني نكلم فيه. بر اسال عليها دين شكوني بر اسال عليها فهمت مانيش نعم في حتى حاجه غالطه راني مكوفيت بالقانون هوني وفي تونس ما ظلمتكش زاد انا عطيتك فلوسي وانت ما نجمنيش نوصلو ما نجمش نقول لك حاجه اخرى فهمت خاطر انا عطيتك فلوسي وانت ما كملتش مأموريتك ما كملتش مأموريتك يا خويا هيا نتراجع بالتوالي. شنو دخلت بعدك انا دخلت في الخط والرجل حكي لي كل شيء تحب نخليك تلعب انت طول عمرك كيما تلعبت بالزيت وتقول لي فما الزيت تتملك عليا باش شنو هذا في كل شيء في بالي بيه اي كل شيء في بالي بيه وفي بالي بيك زادة كي هبطت تونس مش تتخلع ومش في البحورات وباش تكري في الديار فهمت كل شيء في بالي بيه كل شيء نعرفه والادريس نعرفهم زاد انا عندي عليك كل شيء خليني رايدة بنتي خليني رايدة ما تجيتش تبربشني عطيتك فلوسي في البنوك بخلاف اللي انت هبطتهم وتبيض بيهم في الأموال بخلاف اللي انت هبطتهم انا مديتهم الراجلك وهبطتهم عن طريقته ومديتهم لك اللي كنت هبطتهم عن طريقتك فمتى نجم هذوكم تقول لي هذوكم ما عطيتهم ليش مثلا مش مشكل انا ما حطيتهم لكش اللي انت بيض بيهم الأموال وهبطتهم على طريقتك ما عندك راجل يهبط لك. انا نحب نعرف تو 52 مليون اللي صابتهم في الشركه الاخرى اعطيني ما يثبت واو وكلم ابوكا بتاعي راك باش تندم راك خاطر هما قالوا لي راه حكايتك نفضها بالالم يابل وكل راهو في العشره نتاع راجلك فهمتني ما كانش هكا فما القانون وانا مانيش باش نقعد نستنى على الخميس القانون انا باش نمشي غدوه اذا كان انت تو ما تكلمش الافوكات وما تشوف افوكا يفهم في الامور الكل ما تقوليش انا في السليم انت في السليم ماكش في السليم انت مبقبقه تو فض امورك وانا نحب نعاونك باش نفض امورنا الناس الكل وتهبط لميمتك ويا ناس ما كان باس ما فهمش تفضيض ماكش باش تفض الامور وماكش باش تصح في الاوراق وماكش باش تخرج منها انت سلامات وانا سلامات راك ماكش هابطت لها تونس باش نقدم بك ناس لو ناخذ فلوسي هنا 230 ألف ريال سعودي ناخذهم هوني ما تهبط من هوني لما ناخذهم أنا نكلم فيك على شغلتي أنا ياسر سيستك ياسر 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 وتو ما عادش نحب نتنرفز وحتى شيء خاطر أنت ما تحبش تفهم بالتي هي أحسن قلت تكلم الأفوكات لا أعطينا أفوكا نتكلموا معاه لا برا استشير أفوكا لا تعمل في اللي قال لك مخك ومخك راه ما يعرف حتى شيء جهلة في القانون يا أخي أنت أفوكات هي باش تفهمها جهلة في القانون كان جيت تفهم في القانون ما تقوليش برا مشي اعمل اللي تحب هكا هو برا مشي افهم يا بنتي افهم راني هاني من انذر فقد اعذر هاني عاود فسرت لك برا مشي اسال اللي زافوكا هوني وغادي قبل ما نبدا نتصرف اوكي ما نتهددش انا باش تقول لي نمشي للسفاره بيان سور نمشي للسفاره تحب تقابلني انا باش نقعدوا ندخل في المتاهات وهذا كله كلام زايد انا عطيتك فلوس ترجعهم لي انا عملت تفويض لافوكات باش انت تحكي مع لافوكات نتاعي وترجعهم لها في الكونت بيان سور في الكونت نتاعها ما يرجعولكش في الكونت نتاعك يزم البورتبيل جبته انت واليونسي جبته انت والناس الكل جبتهم انت توا انا نحب نفض اموري نحب فلوسك هاو انا
شنو اللي سي تري فاسيل القانون اللي طغو فاسيل القانون تكلم المراه مراه سيسه ومراه تهب الافوكات تفسر لك وتقول لك شما اليك وما عليك ما تحبش ما تحبش ودخل فيا من باب تخرج فيا من خوخه مو نعطيتك فلوس وانت جبتهم البرتمانات قالت لي ما بين الجلد والعظم وانت جبت الناس الكل ها انت دور نفضوا الامور مع بعض وسي تري فاسيل عطيتك فلوس ترجعهم لي مهما اي طريقه ترجع لي فلوس فليزاتي الكل هكا هاو هذيك اش طالبه منك هكا ما تحبش تتكلم لافوكات عندي ما نعمل لك ما عندك وقت تخسر انت اسمح برا اسمح شوف اش باش تقول له ولقاو حل مع بعضكم انا ريت علاش ما نحبش نحكي معك نتعب نتعب انا نحكي لك قبل وانت تحكي لي ظهر انا نحكي لك هكا وانت تقول لي الراجل اسكرو به وعلي شامني فيه انا نعرفه ما كنت جبته انت اللي جبته وتوا باش نسمعوا من الخدمه نتاعها معناتها اللي بايلون في الاموال لكن عن جهاله عن قصد مش عن قصد المهم هو ليلى صحيبي بن علي وبن علي والعالم يعني يقولوا لهم اعملوا يعملوا مساكن باه بطبيعه الحال يخلصوهم نتصور ياخذوا حتى ياخذوا شهريتهم حتى معناتها قانونيا فالله اعلم يا خويا اني ساكت انا باش نسمعوا توا الطرف الاخر واحد يقول لك البرتمان مسجل في القباضه والبلديه راه مسجل باسمي جيست نمشي للدفتر العقاري ونخرج باسمي هاوكا عاملين ليغاليزاسيون في البلديه ما تعمل ما يتمشي للقباض هالمحامي ما فهمتش الذكاء نتاعها فين كان ولا هي بيان سور نتاعها سي نورمال باش تكون معاهم في التحايل تحب تحل بونك تحل ويثبت لليونس اللي كانوا مع خواتك قبل وقوبا كيف عنده قضايا مع خوك مراد الله يرحمه ولا حي ولا والله ما نعرف ربي فضله ولا ما نعرفش عليه باهي يثبت دونك شكون باش يثبت انت ولا انا باش انا لهنا بيان سور من حقي الكل حقي ما عادش حاجتي بحد شيء كان جيتني بسيفه وجيتني عملنا قيه وقلت لي اميره اللي في وقتها صححت لك انت قاعده اما انت ليه مشيت لي بطرق اخرى كان كلمت راجل يمكن هو بيغ ديكا هو رغم اللي ما يزيد شيء على الجنرال هو لعب نفس المنطق نتاعو اما راك على القليله ما يسالش الناس كي تتقابل وتعمل تاخذ بخاطر العبد ما يسالش تهديني قال لي اسمع عمان تو صحح لي عايش اختي كي انت مع مدينتهم لي انا شخصيا الفلوس ما علاش تكلم فيا انت تبعث لي في العباد وتبعث لي في الناس وكل شيء مدينتهم لي انا شخصيا مدينتهم لي انا شخصيا انا عندي ما يثبت الديار توا بركه ميساجاتك اللي تبعث لي فيهم وتقول لي امشي للشركه واعمل اللي انا شايف منها اللي انت نتاع الديار في المحكمه حتى شيء ما عندي ما نخاف منه انت اثبت منين جبتهم بدل الفلوس كيف وشنية وما تفهمت فما راهي كامله محلوله مش هكا قال لك سي با ساره مش جيت كلها سايين قولوا لها تفضل هي بدا لازم تثبتوا علاش لازم سبب عندها قوي وعلاش المبالغ هذيك بالذات وعلاش المنطقه هذوك بالذات الا ما عندها سبب مالها قوي كيف انت بديت هالحرب مانيش انا انت بديتها وتدخل في العباد وتدخل لي في نزهه تدخل فيها كيف انت فك عليك اسمع مني عايشك فك عليك ما ترد بالك تبربش عبد رد الفعل نتاعي انا من تصرفاتك انت سهلة الحكاية ما كانت فما حد شيء درجين الناس كنت تفض بينات فيها حد شيء برا هكا عندك شكون يجي قبلك في المطار برا انت وهي خذيتهم الفلوس حطيتهم باسمي والله صح نقولوا هذا هو تصرف انت ليه بس هكاك اليونسي ومتاع سيدي بوزيدك القعر هذاك البوجادي فهمت اللي هما يعمروا فيك علي انا وانت بيان سور تتعمر في سنة اليونسي تحكي عليه ولا قوب عزوز مع اخواتك مش معايا دونك كده ما نعرفهمش الناس هذوما ما نعرفهمش وقت اللي بطل تونس اكتشفتهم وللاسف انا زاد بلادي وهنا يعطيهم الصحه زوز يكافحوا في الفساد بانواع الكل تفضل بي انا شخصيا روى انا كشخص ما هبطش هاني هبطت لك هاني قاتلك لهنا باهي كان جيت خايفه راني مشيت حتى القنصليه وسافرت من القنصليه سافرت على روحي نمشي للجوازات نقول لهم اكتبوا توا الكفيل علاش ما خلانيش نخرج وراني خرجت عمالنا ليه نعملهاش اني توا فما ناس لازمها تتحاسب ربي سبحانه يكون حاطط ستر ويجي في لحظه يهز ستره على عبد انت عملت الروح بنفس الناس هذيك لا خزرت ولا خزرت لامي مراه كبيره مريضه ولا خزرت البسمه اللي قداش من مره تقول لها تقول لك تفضل وتعملها لك على عينها ما خزرت حتى بشر في لحظه ولات شيطان راجل برا عاقب الناس اللي عملت فيك ما عملت فيك تحكي علي انا ما عندك ما تربح مني حتى شيء عندي كل شيء اثباتاتي والحمد لله بيان سور باش ندافع على روحي ما نعملش محامي ندافع وحدي على روحي عليه نعم ما نفهمش عاد في القانون وتتبقر علي نهار كل انت ونزهه ما عندها ما تعمل شكون باش يسمعها لا يسمعني الف واحد ألف واحد يستنى وقسم بالله في لحظة باش نتكلم بك كنت أكتيت من توزوز مزيت ما علنتش على المحامي انت نشوفه وتفضل اللي عنده حق ياخذه يا اخي انت بورتمان مكتوب في البلدية مكتوب في القبضة جيت تقول اعمل تنازل اعمل اصل دين البودريقة علاش نعملها في اصل دين عليه تاني انا عارفة انا بودريقة هي دي المرأة اللي ديجا هي عندها اشكال
قانوني. كيفاش تحب لي انا باش تحط جيب لي في عبيد نمطق كوا، جيب لي عبد عليه القيمه، جيب عبد عليه القيمه، الناس تفهمك وتفهمني. حتى كتقول له راني علاش داوين داوين كيفاش داينتني عن طريق البنك، فين الفلوس عن طريق البنك؟ بيك سخين تونس بهال الراه يا حاسرك خليتهم انت خاطر انت وقت رئيسه تحكم فيه. اما توا لا، الناس كل كل شيء ولا بالكم كل شيء، ومساج تمقر كلامي وضحكوا عليا وقردوني مساج كي غيغالو درني. شفت اللي تضحكوا عليه تو تشوف ايش يعمل اللي تضحك عليه. وهذا الكل والحمد لله. انا اللي حكيت على الديار ولا حكيت على ناس كيفاش عايشين في دياركم ولا يهمني فيكم، لا شكون عرس لا شكون طلق لا شكون ملك لا شكون مات لا شكون حي، ما يهمنيش فيكم. هذيك ما ندخلش فيها، اني انا انسانه عندي كرامه وعندي مبادئ ما ندخلش فيهم. دخلت عليه حرب من الصيف لتوا، الراجل عملت فيه ما عملت، انا حياه كامل ولدت قاعد بطل قاعد في الدار. الناس الكل انا ما عادش باش نسكت ولا لحظه على الناس الكل باش نتكلم القديم وجديد. تقولي مش نزهق جدا في سا اختك خذيت واللي خذيتهم صورتهم اللي خذيت ما يتعرف لي، بس اختي قاعده في الطاوله اختي مدتهم لي بيان سور الحمد لله، ديما تقول لي خذ احتياط مدتهم لي هي مسكينه عليه المرات باش مجبره باش مرمت. ها وكنتي تعرفها مش انا تقوبع واليونسي وكل جب ربي من 2007 نسمع بدتها وكش تحيل وش عمل في العبيك ومشاركة متاع جماعتك انتي مش جماعتي انا. شفتهم هذوكم ولا لا؟ شوفوا ماذا كحاتي يعطون جبت لك اليونسي كيف كيف اللي انتم ما كنتوا على علاقة بي مش انا نعرفوش انا. مانيش باش نعلق على خطر بدون تعليق. باش نعلق صاحبي باش نعلق بدون تعليق. وتوا باش نسمعوا الحوار صار بيني وبين السيدة هذية مني لها، والمرأة هذية 30 سنة معهم، 30 سنة مع طرابلسية وبن علي وفي القصر وفي تونس وفي السعودية وبارتو. نسمع بعضنا توا الخنار لازرك باش نخليكم تتمتعوا الحصيلو ورقدوا كالعادة وبروا صفقوا غدوان صفقوا كادوريم والآخر اسمه مقرونة ذاك وقوشون درشنو غدوة أرجع للطحين. أسمعوا أسمعوا على الأقل أنا أني باش نوصل وانتوما اسمعوا بعضنا. اللي باش نحكي لك عليه أنا تونس باش يقلبها لأنه أنا عندي كل شيء وسفير معايا عنده جماعتي وإحنا في البحث في كل شيء. السيدة ذايا ليلى طرابلسي تبيض بيه في الأموال. طيب بالواحد رب الأدلة مش لعبة ويحبوا يعملوا انقلاب. شفتوا الانترفيو الأخراني مع هادي زعيمة؟ ايه البنية نسرين سلمان باش تبيض له شوية الصورة متاعه فقط. ايه في بيري في بيري ماني عملت انا فيديو ماني قلت عادة في بيري بيه فازة ذيك هي علاش طلقته. احنا شفتهم الترابلسية احنا معاهم عنا 30 سنة انا وراجلي وولادي. انا كنت نخدم سوق حيث اخدو ديراكسيون. راجلي كان مدير معاهم في الرئاسة. راجلي الوحيد اللي سفر معاهم في الطيارة وقت اللي جو هنا غربي داهي. شكون راجلي بالله سمحني راجلي اها اها ديجا في هكا جريده اي 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 نو 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 صباح 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 سي 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 السيد هذايا جينا معاهم هنا قعدت انا نخدم على روحي كموظفه اداريه عاتيني وراجل يخدم مع الرئيس كمستشار نتاعو الداخليه حطته مع الرئيس يخدم مع يخدم مع بن علي نقولوا بن علي ايه رماي فما ولد برشا رؤساء هذاك عليه لا لا كان مع بن علي 30 سنة معناتها ملي في بالي 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 ما عليناش كي جا هنا طلع في الطيارة طلع معاها سيفغي ونفس السيناريو اللي تحكي هذاك قعد راجلي قعد هنا في السعودية 3 أشهر من بعدها بطلنا لتونس يعني أنت كي هرب بن علي راجلك معاه في الطيارة برافو عليك راجلي معاه في الطيارة نعطيك لابريس نهار شنو تعملت تكتبت القضية كلها تقراها اوكي اوكي جالوت في العماري كتبها في لابريس وكتبها مع شكون اخر فهمت جورناليست دو باج عملوا عليه سي قعد راجلي 3 موا لهنا في السعودية من بعد هبط كهبط قالوا بن علي ترجع معايا ونعطيك سوم باهي وتقعد مستشار وقت نايف الله يرحمه وزير داخلية قال له ارجع وانت الوحيد اللي عندنا فيك ثقة باش لا قدر الله ما يتسلمش مع حد شيء ما عليناش هبط راجلي كي قعد عملوا له رئاسة فان دو ديتاشمون رجعوه للوزارة السياحة بيان سور ما عادش فما لا شهريه لا حد شيء لا فما خدمه اقعد في الدار تنعيطو قعدت 3 موا وعاود رجع للسعوديه رجع للمستشار نتاع بن علي في السعوديه هو وياها في السعوديه بيان سور هنايا مستشار اوراق امورنا واضحه خلطت عليه هنا بعد عام عملت كونجي سون سول من الخدمه نتاعي وخلطت عليه انا واولادي فهمت زوز اولاد وخلطنا بهم الحمد لله جاتي كل شيء امتيازاتنا كل هنا كل شيء قبل ما يموت الرئيس كي جاي لازرق هو يعيط له لازرق هكا باهي هو ما حكاش مع بن علي اكثر من 4 دقائق يكذب في اللي يحكي فيه كله كذب في كذب لازرق لانه اي
لانه راجلي من الناس اللي حتى سمحني في كلمه حتى حوايجه ما بدلهم له كان هو الرئيس ما عنده حتى ثقه. الرئيس بن علي الراجل عيط له يا ولدي راجلي كيقول لي يقول له قول يا بابا خاطر تلمو لي مذكرات نتاع الرئيس عندنا احنا اكثر منها هي ليلى طرابلسي اكثر منها انه هو حب يطلقها جاته بيريود حب يطلقها وقعها باش تسرقوا باش تسرقوا فهمت حب يطلق جاب لله نسرين عرفته في دبي الازرق هذايا باهي شكون الازرق بالله شكون الازرق الرئيس على كدوري ما عيط له الازرق الازرق اها يعني بن علي بن علي على كريم الغربي عيط له اللي هو كدوري ما عيط له الازرق وقابلوش قابلو مره مده 4 دقائق يكذب كي قال لك وصاني وكله كذب فيلم ما قفي بابا في خطوبه في خطوبه نسرين وك حكيت موافسيه هذيك السي صوروا جا شفتوا في خطوبه نسرين هو وقتها مريض جست قعدوه بالسيف مسكين لا يراك التصوير هذيك اللي يضحك فقط وعاود رجع لبيته ديجا كان راجل يقف من غاديك قالوا رجعني بيت وانت حاضر بدي رافض بيان سور اها رافض الزواج هذا لالا ليلى خدمه ليل ونهار بون انت جاب عطيت تصور شفتهم ما تصور خاصه برشا هذيك حتى واحد ما عنده منهم تصور حتى حد ما عندك بعث لك بعض شفت نتاع الباسبور التجاري اللي هو عنده فيزا تجاريه ولا لا لا عمره جاب طياره للسعوديه ولا عمره تخلى يمشي ويجيب تاكسي اقسم لك بالله بس في بالي في بالي نعرف انا تعرف انا على فكره توا باش تكمل هي تحكي وانا باش نبدا نعدي في تصور بصراحه مش باش نحط برس باش نحط تصوير ايزي هذيك هذه اللي حطيتها بوبليكيتها الاخرين سايب عليه وباش نحط شويه باسبوراتهم شويه اوراق شويه حكيت بطبيعه الحال باش نخبي النومرو يتخبى الاسم يتخبى كل شيء باش نحترموا قانون الخصوصيه وقانون القانون اليوتيوب وقانون الصحافه الصحافه وقانون التلفز وقانون القوانين الكل باش نحترموها باش نكونوا واضحين يعني كي باش نعديوا حاجه راهو ما فيها حتى تجاوزات قانونيه انا تو بسده هي تتكلم وانا باش نبدا نحط في دنيتهم وكوارتهم وعالمهم والبطاقه التعريف نتاع ليلى هي خاطر هي جنسيه ايرلنديه والاخرين جنسيه انجليزيه وجنسيه تو تشوفوا العرض على عينيكم وراهو هذه كل تعاملت بقوة فلوس فما واحد اسمه جوزيف فرنساوي هو اللي قد لهم أغلبية الأوراق وحتى هذه مرفوعة رأي القضية وجاء عندها برش القضية ذي 3 سنين كي كان حصيله كم أنا سمعها مش هي تحكي ونحن مش بدي نشوفه سي سي في بيري في بيري الفيلم اللي عملوه سيناريو وذيك هو اللي جاب لهم الوكال هو اللي جاب لهم الوكال وتعرف عليه جابه ولا لا جابه على خاطر انا تو ما تقدمت بقضيه بليله ترابلسي تو نحكي لكم بعد عليه الموضوع هذاك هما ولاو خايفين فهمت جابوه هذاك باش يوري اللي هما بونيتا نسرين علاش طلقت بون ما عليناش نسبكش قعد بوها مشى للوبيتال ولا هو يمشي ويجي على السعوديه عرس بينا خنار الكل الكادوات الملاك اللي قال عليهم كل مضروبين هذوك فما حتى منقل كل ايميتاسيون البرومي شوا سي سي بيبي ب 300 دولار 100 دولار تاخذهم هذوك 300 دولار ماكسيموم فوالا تعرف فوالا تعرف نسرين راقده والوقت هذاك وقت اللي نقزت لها الكارته هز الكارته نتاعها بونكير ومشات راشون شربي بدات شعلت فاتيل الواحد قبل 40 تابو سي تجي نوتيفيك على التليفون اللي هو اللي واحد شري اللي واحد خلص بالكارته نتاعك قالت لها يا اخي انت مسيت لي كارتي قالت له مالي شكون مس لي كارتي شكون ولا شي شاكين في الخدامه شكون مس الكارت فهمت لالا نسرين ماك تعرف هذا دروغي تعرف انت عبدك دروغي كيفاش شددت وعطات وتريحة تنباش القبور الثالث نتاع بوها كتفت له ديال تالي وعطات وتريحة قالت له خاطرك كذاب وخاطرك بلعوت وما عندك حتى شيء يعني نسرين بن علي عطات تريحة الكريم كادورين كيستعمل لها كارت نتاعها قالت علي بوجود سليم شيبوب بوجود خواتها نتاع تونس فهمت قالت له وجهك لهنا في القصر ما عادش نحب نراه انا قصر الساعة لالا ليلى شاده فيه القصر نتاع جده يعني هم يسكنوا في قصر غادي اسمعني بدي نحكي معاك حسبني ما نعرف حد شيء وفي بالي بحد شيء هم في جده يسكنوا في قصر يعني اي يسكنوا في قصر وقت الداخليه كانت لهم قصر ساكنين فيه وقت اللي مات الرئيس الله يرحمه فهمت جا هو ولا يحب يهز النعش ولا يحب يصور تعاركوا الساعه كيفاش القبر يصور فيه وتعارك مع سليم شيبوب وعده ولا ركحه البونيه في الاستذكار خاطر احنا كار هزتنا البقيه البقيه على البقيه اي شبتي
ايه دقيقة بدا يصور، قالوا له هما بناته درصاف وش اسمها وبنته هذيك الطبيبة والأخرى وسيري، قالوا له ممنوع عليك باش تصور، ما تصورناش، ما تصورش قبر نتاع بابا. اي يجيو الجنازة بناته نتاع من مرته الأولانية. اه يعني مش معاكم غادي في الطيارة حليمة برشا. اه ديجا احنا كتبنا في الكار الكبيرة اللي هبطتنا، هبطنا من الطيارة النعش هزته الأمبيلونس، واحنا الكار اللي ركبنا فيها ديجا قدامي كادوريم ونسري، نسري الدور هو شدت فيها وهي وقتها سي لا ديسيدي طلاق، هو شاد تكبش فيها كيك، عرفتك الجرز اللي بدا لاصق هكاك. يا اخي هما انا حسب ما في بالي، حسب ما في بالي يعني العرس اللي عرسوه ما فماش عرس، يعني ما عرس هكاك يعني ما فماش عرس. يعني انا في بالي عمره اصلا، عمره اصلا ما 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 قعد هو في دار واحده يعني مسكنين رواحهم اصلا، عمرها ما صار. يا اخي فما عرس امه ما تجيش واخته ما تجيش، امه وحده جاي. امه لا امه لا اخته، بس انت تعرف انا قريت عليها. سي سي امه هو اصلا بار كل شيء، ماني طلعت انا الخنار، هو راهو تو بعث لي بارشا فلوس، راني بعث لي بارشا فلوس وعلى سيد باش نسكت ولا ما حال مش حتى فلوس، امهم يخلصوا عليه وما نسكتش انا، ما قلت له انا قلت له راك ما تشرينيش بالفلوس، قال لي ما تشريش الفلوس تشريه برشا فلوس، قلت له والله مال الدنيا لا تشريني. يا ولدي عايش عند عايش في الشقق المفروشه تكريا نسرين في دبي، وحليمه عايش عايش كيف بس ماما مية. اخي كيف هو اخي نكمل كملي 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 كان مشكلته فيه. راجلي ديما اللي كان حتى كان رئيس الله يرحمه حي، ديما البنات يحبوه برشا نسرين وحليمة والوليد أكثر من أمهم، والرئيس كان يحبه برشا، ومعنده الإنسان كونفيدنسيال بعد ربي سبحانه، عنده حسيل ورئيس راجل يقول له للرئيس سيادة الرئيس، يقول له الرئيس بيدو بن علي يقول له يا بابا الغالي أكثر تلمولي، هو يقول له يا كمال راهو هدايا ما وجه وما وجه خير، رأي لاسقة فيه والأخرى حشك على ليلى هي تحب تلصقه لها راه راهو يقول له أنا بعد عمري كل شيء باش نحط يدي في واحد مش ما فهمت، دونك راجل قعدك الانسان ذو مبادئ قعدك ديما بعيد عليه، ديما يهبط الراجل سبيسيال ما باش يحكي معاه، حب يجبدوا لي وراجل مسكر عليه اللعب كومبليتمون. يا ولدي يمشي يترينا واللي تخلص له في الوحده نتاع لونترينمون ليلى هي تخلص. شفت ليلى عندي حكايه صارت بينها وبين كريم، تحب على القصر نتاع سيدي ظريف، تحبوا ياخذوا باي طريقه ما نعرفش علاش. برافو عليك هاني جيت كلامك صحيح. سي سي عندي عندي الوراق عندي كل شيء عندي كل شيء. برافو عليك ما شاء الله عليك. سي سي ما شاء الله عليك. ركبت لها في مخها لي هذاك اللي تنجم تنظفه، على خاطر عندها صاحبتها تعرف نبيل القري، قالت لها علاش ما يعملش كي نبيل القري واللي يوزع في المساعدات وكل شيء. لله ليلى ركبت لها الحكايه فيسك الفلوس اللي تهزت من تونس كلها ما زالت موجوده عندهم. كله فيلم الفلوس كلها عندهم، هزوا فلوسهم الكل، هزت الذهب نتاع البنك سنترال الكل هزوا تطلع وتخبى ما في باله من الايامات اللي قلت له راهو الفلوس تاع تونس الكل ما زالت لهنا، ذهب البيات ما زال هنا. يا سيدي طلعتها له في مخه، بدا يحضر في روحه وهو يخدم في البرنامج هذاك. جات ليلى نسرين كفرت تونسات شهاده، قالت لك نطلقوا هذا واحد بلعوت وكذاب وما نعرفش شنو، ينحي لي في فلوسي ويسرق لي. بعد ما عطاته التريحه ما روح سليم شيبوب ما قالوا تمشيوا تطلقوا الزوز بالتراضي قبل ما يرجع لتونس. رجعوا لدبي وعملوا زواج بالتراضي، قالت ولا نضحك. عملوا طلاق بالتراضي. يا تسكت ولا نضحك بالتراضي. طلاق بالتراضي. ليلى نسرين مهددته. بالتراضي هو في هي تحب تطلق وما حبش، قتل ولا نفس حد راه يا تريث يا نفس حد تفتحوا لا عنده طياره تعرف شنو هو، يدخل معها سالون دونور وقت اللي راجل ديجا السعوديين ما يحبوش ساعات يدخلوا يعيطوا له الدربكاتي عندهم هما حرام، واحد مش جنازه ما خلاوش يهز الصندوق نعرف، قالوا له انت مش حرام باش تدخل الجامعه وانت مش الازرق. هو خدمه ليلى طرابلسي، هو خدمته ليلى طرابلسي، ليلى طرابلسي ركزت معاه باهي. شنو باش نحكي لك، طلقت طلقوا في التراضي بشوي لحظه تو شفت ولا جماعه في التلفزه راهو فما برشا حاجات. لا ما حكيتش على كادوري ما نراه. انا حكيت عليه جوست باساج، انا حكيت على المشكله تاع تبييض الاموال وكيفاش هي حابه تعمل لي تبييض. اي ولدي قضيه كبيره برشا سي فوالا، خاطر هما حتى شفت تعرف شكون معاها معاها اليونسي نتاع الكره هذاك نتاع كلوب افريكا ومعاها مراقبه شكون نتاع الكره، راني لا علاقه بالكوره انا، شكون اللي معاها اليونسي كلوب افريكا اليونسي والله لا والله لا علاقه بالكوره انا معاها برمعيله بن علي مجدود توا في قضاء مع ليلى بن علي ومعاهم كدريم ومعاهم مراد قوبعه ومعاهم واحد من اسمه حمد نتاع سيدي بوزيد وعندهم جماعه في فرنسا اللي بعثوا لهم الباسبورات، انا بعث لك الباسبورات كوبي، عنده باسبورات امريكان عندهم فرنسيس باسبورات وعنده ايرلندي.
عندها ثلاثة جنسيات هي وبناتها ثلاثة. باهي سي كادريم شيطانه الوحيد هو راجلي. سي. لأنه راجلي كل ما تجي هي تقول له إجا نعمل، حتى راجلي مستشار إجا نعمل كل حاجة يقولها لا، حتى يعني... تعمل له إقامة قالها لا. من رمضان اللي فات طلع ذهب نتاع البيات هنا تباع في السعودية 4 مليار. ماما مية. ذهب نتاع بيات. 4 مليار نحكيو دولار في بالهم بيه. إي. 4 مليار دولار. طلعوه لها خواتها عند سمير أختها كان الذهب مخبي. طلعته لها هذه نزهة بودريكا معاهم واحد ديواني. اها طرموش الديواني بالله. قلت لك انا حتى من الرئاسه طلبوني راه لا صدقني ما نعرفوش. اما هي الطفله نعرفها خاطر هي بيدها ماخذه واحده نظيفه كما نقولوا احنا، حاله بها لوكاسيون دو فواتور، تجيها لجده عامله زعما على اساس شركه. جده تجي في الشهر بركه توصل 6-7 مرات حسبي وياه فهمت. وسي كادوريم المهمه نتاعو تبييض الاموال، يدخل الاموال قاعد يدخل فيهم تبع في مونطون كبار عن طريقه هو. كي يدخل بيان سور عملك البهرجة هذيك ما يفيق به حتى حد. اليونسي ولجماعته الكل عنده في سيدي بوزيد، عنده في سيدي بوزيد، عنده في القصرين جماعة، وعنده جماعة نتاع تونس في مون بليزير والكل باش يقلبوا النظام ويعطيوا الكادوري. بني انت شنو تخيل؟ قلت لك راه برنامج كبير برشا ما عندكش فكرة باش يقلب تونس. يعني هو يدخل الكادوري يدخل ويخرج بفلوس على تونس كيف ما يحب يعني حسب ما فهمت. برافو عليك. اش قلت لك انا بالدليل نعطيته مش هكاك. وشنو منفعته في شنو معناتها شنو منفعته في باش يشد هو يخدموا فيه للرئاسه. باش هي سايب لها خويتها ويرجعها هي لقصر سيدي ظريف. فوالا ايش كذب. سي 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 انسان انسان صدقني 100 فرنك ما عندوش يقعد يستنى الكوجينه اللي نطلع له دجاجه ياكل دجاجه واحده في النهار، دجاجه ياكلها في الفطور ودجاجه في العشاء. ليلى الترابلسي هي تخلص له باش يعمل لك الوحده نتاع هذيك نتاع البدن ما نسميهاش بس البروتين. البروتين ريسكيلاسيون ولا شنو البروتين ولا سي كان هبط فوالا يجي من تقص له نسرين الكارت نتاعها يجي في الكلاس البزنس كلاس يهبط من سالون دونور. ما جاتش مع نسرين يطلع مع الناس ياخذ وحده اوبر احنا نقولوا لهنا فهمت، ياخذ اوبر شو اسمها تاكسي ويمشي فيها. لا عنده كراهب لا عنده طيارات لا عنده حتى شيء. كذب في كذب. عنده زوز قطايع يجي لابسهم. المنقاله كيفاش بدات تكتشفها هي المنقاله هي ماك تعرفها دروغيست والكل بناي. استحقت فلوس ما حبش تعطيهم، هزت المنقاله اللي هداها لها في الخطوبه نتاعها باش تبيع. قالوا لها يا بنتي هذا 1000 ريال، 1000 ريال 750 دينار تونسي. قتلت ليه؟ هزوها ديجا هنا الشرطه هزتها اعتقلتها ودخلوها للسبيطار نتاع المدمنين، قعدت 4 شهور فيه ما تخرجش ما تدخلش ما يزورها حتى حد كل شيء. مش شايل عليها القلم وكل واحد. ما نجمش تعبر عليه رغم اللي هي احسن قلب. هي فيهم الكل نح اي وهي كانت مرأة اللي عطاته طريحة. الكلام اللي قالته هذيك امها كتبته لها في ورقة. هذيك هي نسرين. باش نقول لك على حاجة أخرى كنت في بالك شباب بس بنت نسرين الكبيرة ماهيش بنت الماطري راه. اللي مسميتها لا لا بنت واحد آخر وليد من جابس فاميلته رفضوا انه ياخذها. يعني بنت الماطري شال كل شيء. بنتها الكبيرة ماهيش بنت الماطري. بنتها الكبيرة ماهيش بنت الماطري. لا لا لا. انت دهيرك تشوفها وجهه نوعيه اخرى نتاع وبالله تو صغارها شنو علاقتها بنت الزوز شنو علاقتها تو بصغار هذوكم؟ مساكن ما مرا امهم مهبوله عرفت لي مهبوله ما تنجمش تحكي معها حتى درجين راهو يسمي حتى كي تستعمل الدروب تستعمل دروب اللي في عالم اخر. هما مع ابوهم مش مع هي مع ابوهم هما. انا بصراحه انا عندي تصور عندي كله عندي لكن ما نسبش رجلتي اصلي ما يسمحوا ليش باش نعدي بارش باش نحط بارش بارش عندي خنار تصاور بتاع فاميليا بتاع صغار بتاع باش نحطهم باش نعمل البوز باش نعمل نو 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 مانيش نحط حتى تصوير باش نحط تصويره واحده هذيك اللي شفتوها وحتى تصويره حتى محمد دوك باش نحيه يعني محمد باش نحطه بروبل فلو نعطي ليلى ونسرين والازرق اللي هو كدوري مكهو وتصاور هذوم الكلهم مانيش نحط حتى تصويره خاصه نتاع فاميليا نتاع عائلات نتاع شنو لا الفيديوهات وحتى بن علي الله يرحم له عظم تصاور يعني تصاور في القصر الداخل بلبس الدار ومانيش نحط حتى شيء مانيش نحط حتى شيء وكها ونقطتين كملوا مع ابوهم في السيشيل خاطر عمل عملوا جنسيه يجيو للسعودية بلي سي باسي يدخلوا. يجيو يقابلوها يعني تقابلوا ولا تقابل صغارها. هي في السيشيل راهي عايشة تجي خاطر ما عندهاش أوراق في السعودية تدخل جوست زيارة ما تفوتش 90 يوم وترجع ما عندهاش أوراق. حليمة فقط اللي عندها أوراق محمد. يعني نسرين نو نسرين في السعودية تجي تطلق أهو كيف ما نقول. لا لا
كهو في علاش تمشي لدبي، تمشي لدبي كهو مش كيما الواحدة كتوريست الفوكا... عندها دبي سيشيل جد سي... والفوكال هذاك يعني اللي بعثته لل... زعمة زعمة بعثته لهدي الزعيم هذاك كتبته ليلى يعني فهلا كتبته كلام ليلى فهمت علاش خاطر ليلى ما تحبش الشعب يبدا يشك فيه ان هي وياه عملت معاه ما تمرش قوية بكده بكده انت انت اش قلت لك انا ديجا حتى من رئاسة كلموني وتاكدوا من صحه المعلومات عطيتهم باهي فما معلومه باش نقولها لك انا امال فما معلومه باش نقولها لك يمكن انت ما تعرفيهاش نرجع معك في التاريخ كيفاش ليلى عرفت كيفاش ليلى عرفت كدريم هذه نقولها لك انا كريم كان يخدم في بواطة في فرنسا كان يخدم بورتي اللي يخدم معاه في البواطة هو اللي كان يهز لك راهب بالحسن نعيمات لتونس هو اللي يهز لك راهب وهو هذايا ما يشربش وما يتكيفش فما مرة عنده طهور ولده السيد هذايا في باريس غادي عنده طهور ولده كلموا وقتها بالحسن باش يهبط باش يهبط لهم تحسن له كرهبة كرهبة خاطر هم يهبطوا كان المامو فهمتها ما نجمش وقتها يمشي عنده طهور ولده قال له راهو معايا ويخدم معايا واحد راهو حتى هو ما يتكيفش وما يشربش خاطر هما امور كرهب امور سياق يعني ديما يحب واحد ما يتكيفش وما يشربش فهمت قال لهم راهو عندي واحد صاحبي يخدم معايا راهو لا يتكيف لا يشرب لا حتى شيء والمره هذيك الاولانيه وقتها اللي كريم تعامل مع الطرابلسيه هبط لهم كرهبه وغاديش ولا يعمل ولا يتشوفر بصاحبات الطرابلسيه